لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونكلمه ونشوف هو رأيه إيه بعد الماتش. كابتن مصطفى مساء الخير وهارد لك لحضرتك. ازيك حبيبي ربنا يخليك. هارد لك لحضرتك. أنا طبعا أنا بشكرك على المقدمة الجميلة دي. يعني أنا مش مشكلتي إن الناس لا تفهم في كرة القدم، مش مشكلتي إن الناس مش عارفة. أنا بلعب كل ثلاث أيام ماتش، مفيش مدرب يعمل فرقة في 10 أيام. اللعيبة بتاعتي مستهلكة، بلعب كل ثلاث أيام ماتش يا زكريا. ومن بورسعيد لإسكندرية لإسماعيلية لهنا لهنا لهنا، كل يوم والتاني. اللي ما بيعرفش يقول عكس، واي مدرب ده في العالم يعمل فرقه في 10 ايام ولا في اسبوعين. يعني حسام حسن اللي بيتكلموا عليه اتعادل اربع ماتشات واتغلب ماتش وكسب ماتش وساب الفرقه محطمه بدنيا ونفسيا وكل حاجه. مع احترامي الشديد، وانت عارف انا بحب حسام قد ايه، لكن النتائج من بدايه السنه غير جيده. النهارده احنا لاعبين من احسن الماتشات اللي اتلعبت، من احسن الماتشات، لكن احنا مش عارفين نجيب جول، وهي دي مشكله. وبعدين احنا هنشتغل امتى؟ لما العب ثلاث ايام ماتش تصلح اخطائك امتى؟ لا مفيش وقت، مفيش وقت. لكن هي دي طبيعه شعب بورسعيد. طيب كابتن مصطفى، تتفق معايا ان مع بدايه الموسم لما كابتن حسام كان ماسك وتم بيع اثنين لعيبه من المدافعين وفي فلوس دخلت، ليه ما تمش تعاقد مع لعيبه تعوض او تعوض المراكز؟ يعني ليه النادي المصري ما ساعدش حسام وساعتها وابراهيم ان هم يتعاقدوا مع لعيبه يعوضوا النقص اللي موجود؟ يا كابتن زكريا، حسام حسن كان بيعمل اللي هو عايزه، كان بيجيب اللي هو عايزه. حسام حسن جايب 68 لعيب، مش يدعم. انا فوجئت ان هناك 68 لعيب على مدار ثلاث سنوات. يعني 68 فين؟ راحوا فين؟ انا عندي ناس افارقه، يعني النادي المصري ما استفادش منهم بنكله. يعني كل الافارقه فارقين في انديه مصر كلها. النادي المصري لم يستفاد من الاجانب اللي موجودين. يعني انا لسه ملاعب محمود اللي هو الفلسطيني نادي الماتش اللي هو بتاع وادي بتاع محمود وادي انبي. محمود وادي الماتش انبي. يعني الناس بتجيب افارقه دواليت مش اقزام، مع احترامي الشديد ليهم. وبعدين ما بيلعبوش، مش موجودين، مصابين. واخد بالك؟ يعني انا شيل ده كله ليه؟ انا شلت عشان انا راجل بحترم نفسي، بحترم المكان اللي انا بشتغل فيه، بحب شعب بورسعيد، بحترم شعب بورسعيد. لكن في مدرب في العالم يعمل فرق في 10 ايام؟ انا في ال 10 ايام دول لعب ثلاث ماتشات. انت خدت قرار يا كابتن مصطفى؟ حضرتك خدت قرار؟ بتاع ايه؟ يعني حضرتك مكمل زي ما المجلس الاداري متفق معاك؟ يا كابتن زكريا، انا بشتغل في النادي المصري البورسعيدي، انا مرتبط بناس عندها ثقه فيا، وانا متحمل مسؤوليه. انا تحت امر مجلس الاداره زي ما قلت قبل كده. طيب عايزين نكمل اكمل، مش عايزين نكمل اكمل. كابتن مصطفى تقول ايه لو المصري في المركز ال 12 ولعب 12 ماتش ومعاه 16 نقطه ولسه الدوري في وقت كبير؟ يعني طويل جدا. يعني الناس مش فاهمه ان انت لسه عندك وقت وعندك مباريات مؤجله وعندك يناير لو هم هيطلعوا لك ميزانيه للدعم. يعني انا شايف ان بدري قوي على الكلام ده، ان يقول اذا المصري انهار او في ازمه انتقال مدرب بعد رحيل حسام، لكن انا شايف ان لسه في وقت، مش بس المصري، ما هو برضه هاكد تاني، هاكد تاني يا زكريا. حسام لعب ست ماتشات، اتعادل اربعه ادي ثمانيه طايرين، وكسب ماتش واتغلب ماتش. ايوه 8 و3 11 بوب. ايوه من 6، 3 في 6 بكام؟ ب 18. 18 من 11 هو واخد 5 بونت في 6 مباريات. ايوه ده شيء طبيعي ان الكيرف ينزل، مش حسام نجم كبير ومدرب كبير. ايوه لكن شيء طبيعي بعد اللي موصله لعيبه النادي المصري ويخسر بطوله افريقيا، ها اللي كان كلنا امل ان احنا نكسبها، لازم يحصل داون. ده شيء طبيعي. طب كنت بتكلم على محمد جابر، انك مش قادر حتى تستفيد بقدراته زي ما كان في طنطا، انه بيلعب في الثلث الهجومي، بيقدر ان هو يخترق ويعمل كره عرضيه ويجيب اجوال. حضرتك مش قادر تستفيد بقدراته، مش كده؟ لا طبعا، هو كمان يعني هو اقل من امكانياته. ما انا عندي جريندو وعندي احمد. أيوة. اقل من امكانياتهم بكتير لما كنت شايفهم مع حسام حسن. ايوه انا كانوا بيلعبوا معايا اساسيين ماتش المطروح وكانوا غير موفقين، ده شيء طبيعي في كره القدم. ايوه وبعدين انت محدود بعدد لعيبه. انا زي ما بقول لك كده يا ابو زيك. ايوه هم فين الافارقه؟ ما فيش غير كوفي، انا مش شايف غير كوفي. كوفي ده يعني تعمل عليه فرقه. ايوه ياخد بالك.
وبعدين الناس شايفه انا وسجل الشوط الثاني، انا الافضل الشوط الثاني، انا اللي وانا اللي بلعب وانا اللي بهاجم بيجي فيا جهون، يعني انا هنزل العب وبعدين هتصلح اخطائك انت وتجهز فرقتك انت فنيا وبدنيا. يعني انا لاعب النهارده هسافر بكره على الاسماعيليه، بكره ايه؟ بكره جمعه. إيه؟ جمعه بكره انا لاعب يوم الاثنين ماتش. اه وانا مسافر من اسكندريه للاسماعيليه وعندي ماتش في الاسماعيليه يوم الاثنين، ده اي فرقه تلعب واي واجب يعني 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 اقول لك ايه بس. اسلام عطيه، اسلام عطيه اول مره حضرتك بتلعبه مش كده؟ اه لا اللي كان بيلعب مراحل اقول لك البدايه النهارده يلعب. آه. اسلام لعيب مهم جدا، اسلام عطيه صغير. اه ما انا قصدي حد جديد. أيوة يعني انت مش لاقي واضح لعيب يعني. لعيب واعد. ايوه حمد ما كانش بيلعب. ايوه القط ما كانش بيلعب. ايوه كل الناس دي ما كانتش بتلعب. طيب الرساله ايه؟ مصعد الرساله. الرساله ايه يا كابتن للمجلس الاداره للعيبه للجمهور؟ الرساله ان مفيش حد بيعمل فرق في يوم وليله، لازم اخد وقتي. اي حد مش شرط مصطفى يونس. ايوه يعني لحد ما بيسوينا على كارتيرون في النادي اقول لهم ما اقدرش احكم عليه واقعد اربع خمس اشهر. ايوه احنا ناس بتاع كوره بنفهم في الكوره. وبعدين انت حاسبني امتى يا ابو الكباتن؟ لما اختار لعيبتي واعمل فتره اعدادي حاسبني على الباصه مش على الماتش. طيب الاتفاق ايه يا كابتن مصطفى؟ الاتفاق ايه مع مجلس الاداره؟ لان المجلس كان في كلام، كان في كلام برازيلي لاخر السنه. انت مدير فني اخر السنه، لكن افرض غيروا رايهم. انا افرض انا غيرت رايك يا جماعه انا متشكر. طب انا لازم سؤال مع الناس. سؤال يا كابتن مصطفى، لان انا بهتم شويه بتفاصيل. سؤال، في عقد بين حضرتك وبين النادي ولا لا؟ في عقد مدير كوره ليس مع عقد مدير فني. طب مش المفروض العقد ده يتعدل؟ ما كانش في وقت، ما كانش في وقت يا زكريا. انا معسكر. أيوه. بقى لي 10 ايام. ايوه انا معسكر. أيوه. احنا بره بورسعيد بقى لنا فتره. ايوه يعني زي ما قلت لك كنا في القاهره، من القاهره على اسكندريه، من اسكندريه على الاسماعيليه، ده مين يستحمل ده؟ طب هل في تقصير من اللعيبه فيما يخص اللعيبه استهلكت. ايوه اللعيبه، عشان كده انا كل ماتش بعمل ايه؟ بغير ثلاث اربع لعيبه. ايوه عشان الاقي حد ثاني يلعب الماتش اللي بعديه. ايوه لكن اللي مش فاهم ده مش ذنبي. ايوه ان هو ان طب ما انا هقول لك حاجه. اتفضل. مش لا نفاق ولا رياء، وانا كنت بقول الكلام ده قبل ما اعرف حتى سمير حلبيه. ايوه اللي عمله سمير حلبيه ما حصلش في تاريخ النادي المصري. أيوه. من امتى النادي المصري عنده نادي؟ الناس اللي بتهاجم سمير حلبيه ومجلس الاداره، من امتى كان في نادي اجتماع للنادي المصري؟ من أيوه. امتى كان استاد بورسعيد بتاع النادي المصري؟ دلوقتي في ثلاث انديه، من امتى بقى في نادي اجتماعي بيدخل فلوس للنادي؟ من امتى؟ طب هل في عندي معلومه ان في بعض العروض لبعض اللعيبه يا كابتن مصطفى في يناير؟ ما دي المشكله. هل هل هل, هل الاداره هتوافق على ان هم يمشوا كمان؟ يعني يعني لو وصلت الناس دي مش هتأدي زي ما كانت بتأدي قبل كده تمشي، انا رايي انها تمشي ونستفاد منهم. ايوه طب والتعويض هتقدر تلحق؟ هتجيب لعيبه كتير بس تعرف تشتري مين عشان ما تغيرش كل سنه. تجيب لعيب يشتغل لك ثلاث اربع سنين هو اللي موجود، مش هجيب لعيب النهارده وامشيه بكره يقبض ملايين واقول له يلا باي باي كمبوره مع السلامه. حسام حسن كان 68 لعيب، انا اتخضيت لما عرفت الرقم، انت متخيل؟ طب يتبقى رساله، يتبقى رساله يا كابتن مصطفى للجمهور، لان الجمهور النهارده ما عجبناش ان احنا نتفرج على ده جمهور بورسعيد. بص بص يا زكريا، فارجو انك تبلغهم رساله. يعني انا 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 يا جماعه، انا يا جماعه جاي من ضل النار، وعشان انا بحب شعب بورسعيد انا عمري ما مسكت فرقه بالشكل ده. ها في وسط الموسم انت حاسبني لما اعمل فتره اعداد واختار لعيبتي، لكن بتحاسبني على شغل اللي قبلي؟ طب هسالك سؤال يا ابو زيك، لما طلعت في التلفزيونات وقلت ده مش شغلي انا، ده شغل الكباتن اللي قبلي، ده طبيعي؟ مش انا قلت نفس الكلام ده؟ اه طبيعي. يبقى ده شغل انا بقى، انا واخد تركه مثقله، اللعيبه يعني اللعيبه خلصت استنفذت. وبعدين انا ما بلحقش تصحح اخطاء. انا مسافر بكره الاسماعيليه، بكره ايه؟ الجمعه. الجمعه عندي بعد 48 ساعه ماتش. لما تعمل المشوار دوت ال 300 400 500 كيلو ده للاسماعيليه تمرن اللعيبه ايه؟ عشان كده انا قاعد لحد الغدا بكره همرنهم المجموعه اللي ما لعبتش، وبعدين اسافر الاسماعيليه اتمرن تاني يوم تمرينه، وبعدين اليوم بعد ايه خفيف. أيوه. اعلم امتى واوظف امتى واحط بصمتي امتى؟ على العموم يا كابتن صفا، اتفضل كابتن زكريا. الناس اللي بتفهم تاني، اللي بتفهم، والاخ اللي اسمه ما اعرفش مسعود ده ولا اسمه ايه،
اللي ما يعرفهاش مبططه ولا مدوره اللي بيتكلم في التلفزيون ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ والله ما اعرف حضرتك بتاع مصر ده اسمه ايه؟ مش عارف. عمر الدسوقي ده مين؟ عمر الدسوقي ولا عمرو الدسوقي ده مين ده عشان يتكلم على مصطفى يونس؟ انت يا ابني ما تعرفهاش مبططه ولا مدوره، انت لسه يعني عشان انت صاحب فلان اشتغلت، انت ما بتعرفش تتكلم اساسا في الكوره عشان تنتخب مصطفى يونس، انت على قدك. مصطفى انا عارف ان انت نفسك تحقق حاجه لفريق المصري وجمهور بورسعيد، لكن يتبقى الرساله واضحه للجمهور، بالراحه شويه، اهدوا شويه، 12 ماتش فقط والمصري الدوري مش لسه طويل، لسه طويل. والرساله الثانيه كسبان امبارح يا ابو زكريا الاهلي بكلام قدره باسمه كسبان امبارح 2-1 بالعافيه، ده صحيح، وكان مغلوب 1-0. الزمالك كسبان الاتحاد 5 واتغلب 1-0 من الاتحاد. اسمح لي رسالتي لمجلس الاداره، انتم مسؤولين مسؤوليه مباشره في قراركم، سواء طالما اتفقتوا مع كابتن مصطفى انه يكمل اخر موسم يناير فتره فارقه في السنه دي في الموسم ده لنادي المصر، اذا كنتوش هتقفوا مع الجهاز الفني، وانا شايف انك حضرتك برضو بقيت على ابو جريشه ولد كويس واعد انه يقدر يساعد معاك محمد صلاح. معايا محمد صلاح ابو جريشه، ومعايا ياسر عزت، ومعايا ياسر عزت ولد كويس برضو، ناس محترمه وناس بيحبوا لا وبيعرفوا كوره، بيعرفوا بيتكلموا في الكوره. بالظبط. بتمنى لك التوفيق كابتن مصطفى يونس في الماتشات اللي جايه. كابتن مصطفى يونس المدير الفني للنادي المصري. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.